ستبقى الأجواء ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا نهارا وباردة نسبيا ليلا. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستبقى الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا نهارا وباردة ليلا، وهذا واضح من خرائط درجات الحرارة لهذا اليوم، حيث نلاحظ تكون المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط خلال بقية هذا اليوم الأحد ويوم الاثنين أيضا ويوم الثلاثاء تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبيا وأيضا رطبة. هذه الكتلة تؤدي إلى بقاء درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أو أقل بقليل، أقل بدرجة إلى درجتين، وبتكون الأجواء باردة ليلا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء ما بين صافية إلى غائمة جزئيا، أيضا درجات الحرارة باردة ومتدنية، درجة الحرارة الصغرى بحدود 4 درجات مئوي، وأيضا درجة الحرارة الملموسة بحدود 4 درجات مئوي. الرطوبة عالية نسبيا، الرطوبة النسبية حوالي 93%، إذن هناك احتمال لتشكل الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول الشرقية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أيام الثلاثاء والأربعاء أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أقل بقليل، ما بين درجة إلى درجتين. العظمى في عمان يومي الثلاثاء والأربعاء ما بين 12 و13 درجة، الصغرى يوم الثلاثاء 4، لكن الصغرى يوم الأربعاء 4 درجات مئوية. يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى بتكون بحدود 14-15 درجة مئوي، وأيضا تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية. الصغرى أيضا بالليل بحدود 7 درجات، أجواء باردة لكنها أعلى من المعدل بقليل. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في معظم مناطق المملكة، في المناطق الشمالية أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، إربد العظمى 15 والصغرى 7، عجل 13 والصغرى 5، جرش العظمى 15 والصغرى 6، المفرق العظمى 16 والصغرى 3 درجات مئوية، أجواء باردة ليلا. المناطق الوسطى بما فيها عمان أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، البلقاء العظمى 13 والصغرى 6، عمان العظمى 12-13 والصغرى 4، مأدبة 13-4، البحر الميت 20-13، والزرقاء 16-5 درجات مئوية. المناطق الجنوبية أجواء غالبا مشمسة، يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة، درجات الحرارة أقل من المعدل بقليل، الكرك 12-4، الطفيل 11-4، الشوبك 9-2، معان 14-2، وخليج العقبة 21-12 درجة مئوية. إذن مشمسة نهارا باردة ليلا. المناطق الشرقية أيضا أجواء تقريبا مشمسة، يتخللها ظهور بعض السحب المنخفضة، أجواء مشمسة نهارا باردة ليلا، الأزرق 17-4، الصفاوي 17-3، والرويشد 17-3 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم أوقات سعيدة، ومن طقس العرب لكم أجمل تحية. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت.
شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.